عنا اليوم، ما بقاش نمياكل قراخ، ما بقاش نمياكل قراخ. معناتها قبل ما نبدو نحكيو مع الخضارة شفنا برشا مواطنين حكينا معاهم يتشكاو من غلاء. كيفاش؟ قال لك الأسعار غالية. فاش غالي معناها؟ هو كل شيء رخيص معناها، رتب صلبة 12، سفنارية ب 12، كل شيء ب 1200، سلايد 800، معدنوس 300، قرعة 15، قارص 15، شنو هي غالي؟ فاش غالي معناها سامحني؟ يعني في المتناول هذه الأسعار اللي تحكينا عليها الحقيقة معناتها في المتناول. أي مواطن غالية 800 سلايد. طماطم غالي. هو تو ما يبيعش الفلفل والطماطم هذاك معناتها الناس كل اش معناتها انه الفلفل والطماطم غاليين. طماطم بالنسبه لهذوما سافا. سلايتهم سافا. على الاقل واحد يشيخ روحه في الصلاه. هكا هو شو نعملوا؟ ندزوا على الخضرة. علاش مال التونسي الهدوم يقول لك غالي معناتها اذا حكيت لنا على اسعار؟ التونسي شي يحب يحب 100 فرنك وب 50 فرنك، ب 1200 بجاي ربي ربته بسال غاليه، بالسفنيريا ب 1200 ربته فازت كيلو غاليه. بس بيس عربي يغزر قد شنين بصلي ما شاء الله بطناش نمية غالي. احنا طبعا هذي الاسوام اللي تعطينا فيها انت لانه احنا مش قاعدين نشوفه في بلاك. احنا نحكم معك طبعا عدنا فيك ثقة. هاي عدنا فيك ثقة. اي 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 ليه خطر أغلبية السوق عملنا دورة ما فماش بلايك. علاش معناتها تتعاملوا بالثقة عندكم الحرفاء متاعكم لهنا؟ طب حسيل وقول قديش نجاوبه اكثر شي من هكا قديش 1200 ليه يا بنتي هذاك مش عدنا فيه ما انا خاطيني ودي القمر وقت فازت هذوكم خاطيني زوالي نبيع في ربطة بصلة ربطة سنيرة بتراف فازت هذوما زوالي. اي واما ما تبيعش الزوالي كو تبيع للناس الكل. ليه الناس الكل للزوالي واللي لاباس عليه والفقير كل مع بعض. انا مناسب سمحة سلعة ورباط سمح فهمتني وب 1200 ورخيصة معناها مش غالية فهمت شنو هي. انا قراعة 1500 مسلي يعني بي هيك شي حاجة. قارص تاع الحمامات 1500 زاد ما شاء الله. شوفي راس البروك لك شنو هي 1500 ها مالشنا هاتي نزل قديش يا حاجة القراء هاني قالت 15 ريتي ولا 400 دينار هاي دينار. نجمو نقولوا انه فما تحسن في الاسعار والا استقرار في الاسعار؟ اقسم بربي كعبه قال الاسماء هذوما كل شيء رخيص اقسم بالليل العظيم. يعني بارابور الاسبوع الاول نتاع رمضان تحسنت؟ اي كل شيء رخيص كل شيء رخيص كل شيء اقسم بالله العظيم. الاسعار اللي حكيت تو عليها معناتها نلقاوها ديما هكا والا سادي بون؟ عادي تلقاها اقل من هكا زاد 200 في الساعه. وعادي نلقاوها اكثر من هكا زاد ولا؟ اكثر من هكا مستحيل خاطر ريتها تو كل شيء توجد كل شيء توجد كل شيء موجود. مش تقولي اكثر من هكا مستحيل. الجمعه الاخرانيه نتاع الجمعه نتاع العيد وحنا نقولوا فهمتش؟ أما أقسم بالله كل شيء أقل من قبل من قبل رمضان فما تخرج رمضان الله مصلي يعني بي كل شيء ما تكفي. شفنا حظبة على نصبة ما عرفناش معناتها الحظبة هذه على شنو هي كي جينا نلقاوه فريز. علاش الحظبة اللي كانت؟ والله مدام هاك تشوف السلعة ما شاء الله هذه أول حاجة، وثاني حاجة ديجا العبيد يعني هربت من برشا حاجات هربت ولت ياخو ورطل فريز يرضى روحو ياخو ورطل فريز وما ياخولكش كيلو ونص برتقين ولا زوز كيلو برتقين والبرتقين مطيش السنة والله تخزر برتقين يعني. اي بقداش رطل يعني؟ ب 3000 رطل. 3000 سوم باهي باهي سوم باهي تسمى طاحت وجمع التالي يخدم ب 4000 رطل. اما للامانه قاعدين نشوفوا في كاليتي مزيانه الحقيقه يعني له مضروب لا حتى فريز ما شاء الله عندنا صابه نتاع فريز ديجا وقت تشوف حتى العبد كله راه فما جويده فما سلعه كيما هكا وكل واحد وكيفاش وكاليتي نتاعو. اي نحكيو على البيوع وعلى قبال سافا فما قبال سافا باليوم بدات تتحرك شويه اما طوال الجمعه بدينا نخدموا ديجا ما فماش عبيد كل امورها الميزانيه تحت الصفر كل تو لابس فما شويه حركه كي احنا نتحركوا شوي العباد هذيك هي فما اقبال خاصه على شراء الفريز هذه خاصه بالسوم هذه وبالكاليتي في البلايص الكل راه مش كان هنا يعني اي بلاصه تمشي لها تلقى فيها فريز فريز خارج فهمتها. وحتى البنان غالي بصيف عليه العباد تاخذ فيه ما علاش بصيف عليه هذيك هي فما عباد هاني قلت لك انا تبجل الخضره على برشا حاجات يخولك يمشي يخولك البنان وما يخولكش الخضره هما حاجات اساسيه هو ما ياخذهمش ويأخذ البنان
يتشهل خاطر يتشهل ورمضان كل شيء العباد تاكل بالعين فهمت تا هو يا كيك عين ماهوش فيها قارصه مش قارصه يشوف بالعين ويمشي اما احنا نجيبوا لهم في حاجه به السنة غالي ما فماش واحنا رانا يلا بينا كرب باش نجيبوا السلع باش نوفروا هنا وانا ناكل في خبزه ولا مصنع يعني بيه ناس كل تاكل هنا في ناس تنطال هنا ناس كل تاكل اللي بالفلوس ولا بلاش راهي ناس كل تاكل هنا شفنا معناتها ثم كلام كبير على الفلفل والطماطم يقول لك سيل فلفل وسيل طماطم كل شيء ناقص السلع صحيح اما ناس كل تاكل وناس كل تسترزق وناس كل تروح حد اللي بيجي الطماطم قداش تبيع فيها؟ بيع فيها ب 3400 و 3500 و 3000 نبيع ما نخفوش رخلة رح باهي والفلفل قداش بيع فيه؟ بيع فيه باربع ليه باربع 200 308 ما نسيبو حتى حد واللي ياكل في نصبه ما عندوش نعطيه وزيد الاقبال على الفلفل رغم الغلاء هذه الناس قاعده تشري فيه تاكل ما بتحط الجيعان ناس كل تاكل ناس كل تاكل يعني غالي ويشرو فيه الشعب التونسي ذيهب كل الغلاء من الاخر الشعب التونسي ذيهب كل الغلاء يعني مهما كانت الحاجه غاليه لازم يشريها ياكلوا ما يموت حتى حد لنا يدخل السوق ما ياخذش خضره لا خضره لا غلا الناس كل تاكل سواء عندي سواء عند خضره الاخرين الناس تاكل ويشروا العباد يشروا يقول لك انا ما ناكلش فلفل ناكلش طماطم راهي في بالي ناس كل تاكل فلفل وطماطم يعني فما البطاطا نزلنا على البطاطا يعني فما اقبال على الشراء خلينا ديما في الفلفل والبطاطا اللي والطماطم عارف اليوم غاليين ناس تشري غاليين غاليين شويه صحيح اما يشريوا يشريوا حد ياخذ من الشيء ناس كل تاكل فهمت نخدم وربي مع الزواج وربي معنا وربي حالنا كل بلا بعضنا وكلها تمشي الامور وربي يخلص حالنا الناس كلك فقط لاحظنا في السوق هذه اغلب الخضاره حتى الغلال ما فماش بلاك عليه هنا اختي ناس كنت تخدم بالبلاك يعني نخدم بلاش بلاك خاطر ايه لا مش كان انت مش كان انت فما الاغلبيه اللي الفلفل ب 4800 مش عندك بلاك يا اختي ناس مش باهي تفجع تهرب لعباد خلي كي تعطيك تعبي في الساشي ولا في النب انت ما تحبش تطيح المورال ما نمشي نضيع بين الشارع ما نمشي نضيع فهمتي مدام ما تحبش تطيح له مورالك ويشوف البلاك يا بلاك يهرب ما عادش تلقاه يهرب يجلم النصبه هذا يقول لي قداش نمره ما سمعتوش باش يهلي عذبه تنجيبه بعد ما يعبي جا ما لجنو يقول لي شبيك كذا كذا نقول لك الموجود فما حاجات مش في وقتها مدى كل فلفل وطماطم مش في وقتهم وبكورات احنا تو في النصب نتاعك انت اعطينا لمحه على الاسعار في اللي تبيع به ساعه قبل كل شيء البلاك وين بيت رافد دينا البلاك وين هاني سميره كانت تسالني نجاوبك عادي يعني ما فماش اشكال يعني ما معناش احنا اشكال هنا ممكن بشكل حاجات فهمت شنو ضروريه كمان ما تطلبش بلاكه اكثر حاجه فيهم كونتاكت الفلفل والطماطم والبطاطا الفلفل والطماطم البطاطا هاني موجوده تو خاطر ما استعملهاش العباد برا خلينا نحكيو على العباد صارفه راهي خي العباد تصرف زاد باش يبيع حكا بلي زاد ما تجيش والدينار التونسي ما عاد يجيب شيء دينار التونسي ما عاد يجيب شيء الجناريه بقداه؟ دينار دونك السوم باهي ما ياكلش جناريه بدينار في الميسره نتاعها ياكل فيها في الطنبك نتاعها 1500 الرب سيبني اخر طلب دينار كيلو ب 2000 فرنك برج قراع بدينار راس بروكلو بدينار كعبه سلطه بدينار رطب صلبه ب 1200 يعني اكثر حاجه يظهر لي عندك ب 1200 اكثر حاجه غاليه يظهر لي ب 1200 ثم حاجات اللي سايبه هزوا عليها ميديم فلفل وطماطم سايبوها لعبه الاسوام هذه ديما هكا كل نهار وقاسمه سوق تبدل يعني تتبدل المونتاليتي الكل في شوال بيه في شوال خايف في شوال متوسط وكل شيء يحب فلوسه في جيب فهمت يا هون نحكيو على الاقبال فما اقبال العباد تحكي مدام هز بدينار ثبتونا القرعة بقداش دينار 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 هي شنو هي المشكله انت تو في العباد العباد تحكي اما راهي تشري ما عندهاش يا خويا انت لقيتها هذه غاليه لقيتها ب 5000 خليها اساسيه يا خويا تشري ما لو تسكت هاك لوجيك ولا لا تشري وتسكت حاضر بمشي فلفل وطماطم تلقي حاضر خاطرهم غالي خاطرهم غالي اللي حاضر بنان ب 14 دينار بنان والفريز والشعب التونسي زيد نقولها والشعب التونسي يحب الحاجه الغاليه ما يحبش الحاجه الرخيصه شيخو على الحاجه الغاليه بالصف عليه في ما تصوري انت في بالك دينار ساعه باش ياخذ اها باهي انتم تبيعوا كل شيء بدينار تقريبا قلنا ب 2000 ثم اقبال ولا خاطر نحكيو على حاجات رخيصه ما فماش اقبال كان جات حاجات غاليه تشري العباد ريت كان جات حاجات غاليه تشريها العباد والله مي صارفه العباد ما يدروش عليها اللي كانت قبل نصبه بمليون تفلقها فلقين تو وريت نصبه فلفل تاع طماطم وبطاطا من 20 انت طالع من 20 تشيل المملكه انت من السوق بالدينار وبال 100 يعني المشكل في المواطن التونسي
المواطن يقول له سيب يزيكم متشكيات وتطلبوا في العبيد، قالوا تخدم العبيد تاكل شيء يطيح يطلع ويهبط. ترى الجمعه اللي فاتت ب 2000 ربع بدينار الجمعه هاي العبيد مش ميت. كان جد 500 ياكل العبيد. هذيك هذيك الخدمه. انت مادام ريت كل شيء فيش في الفلفل والطماط. كل شيء في الفلفل والطماط. سايب العبيد فلفل وطماطم تترخص. سايبها العبيد البرا التجاره سايبوا العبيد خل تدخل تتفرق البرا تترخص. عمليه العبيد زيت تعمل بالعاني. طيب انت تفك وزيد العبيد زيت تشرب. حافظه باش تلقيها باص فيها فلفل وطماطم. ب 14000 البنان يشرو كي تجي تقول له برج قراع بدينار يخليك يتعاد. ها؟ ما يشري لك يخلي الاساسي يخلي الضروري ويشري لك الكمال يعني يقول حاجه زايده. كيلو بنان ب 14000 عليه باش طلعني القمره هو. سي بون قديت امورك قضيت قضيتك. انا مازلت نقضي يعني مازلت نقضي. التوا قداش كلفتك القضيه التوا؟ لا انا مازلت نشطر انا توا ما تتكلف لي في ال 15 ولا. في ال 15 الكل يعني ولا حد الان؟ لا خضره خضره برك في ال 15 في 18 هكاك حتى ال 20 كذا باش تاخذ شويه حبوب. الاسوام عموما باهي ولا خايب؟ خاطر حكينا مع بعض الخضار يقول لك في المتناول يقول لك المواطن هو اللي يتشكى ويتناول. لاباس لاباس كيما رمضان كيما الافطار نحو اللهفه برك والله الخير موجود والله الحمد لله. يعني اللهفه هي السبب في هي السبب كي نشوفوا حاجه غاليه لازم نتجنبوها. نحكيو اكثر حاجه توا معناتها مقلقه التوانسه وغاليه فرد وقت اما يشريو فيها هي الفلفل والبطاطا والطماط. الفلفل ماهوش اساسي فهمتي والبطاطا هي هي توا الطماطم نحكيو الطماطم الطماطم غليت شوي طلعت شوي الطماطم. دونك انت قلت الحاجه الغاليه مش لازم نشروها تشري في الفلفل قداش شريتو من المره؟ ما نشريش لا ما نشريش انا الفلفل جمله ما شريتوش جمله ما نشريش ما نشتريش مقاطعات خاطر غالي خاطر غالي عندنا ثقافة المقاطعة احنا لأنه اليوم نسمع تونس يقول لك أنا مقاطع الحاجة هذيك تجينا بيزار. لا 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 مقاطعة أنا خاطرش في الصيف نعمل موضوع موافقة السومة نتاعو ونعملها في الكونجيلاتور ونبدها التو ما نخليش باش ما نعملش الاكتظاظ نعمل الحاجة الغالية ما نبعدها يعني.